مساء الخير، انا دكتوره نهله علاء، هكمل معاكم ان شاء الله بعد دكتور احمد حلمي. هكمل معاكم الجزء الباقي من الاوبن شانل فلو. هنبدا النهارده في الرابيدلي فاريد فلو في الاوبن شانلز، واكزامبل اول تطبيق عليه او ابلكيشن عليه هيبقى الهيدوليك جامب. المفروض انتوا في تشابتر 1 واول 3 محاضرات اخدتوا اليونيفورم فلو. الشابتر 2 اخر محاضرتين عرفتوا يعني ايه كريتيكال فلو، عرفتوا ازاي تحسبوا الكريتيكال ديبث، عرفتوا يعني ايه سبيسيفيك انرجي وسبيسيفيك انرجي دايجرام والبرنسبلز بتاعه سبيسيفيك انرجي. وبعدين اخدتوا في اخر محاضره ازاي تابلايوا الكلام ده على الترانزيشنز، وحليتوا مسائل المفروض على الكلام ده. النهارده هنتكلم عن كذا حاجه. هنتكلم الاول عن يعني ايه رابيدلي فاريد فلو وايه الاكزامبلز بتاعته وبيحصل فين. تاني حاجه هنتكلم سبيسيفيكلي على يعني نوع معين من او في حاجه معينه بتحصل في الرابيدلي فاريد فلو اللي هي الهيدوليك جامب. هنتكلم على الكاركترستكس بتاعتها، الخصائص، وبنستخدم الهيدوليك جامبس دي في ايه، وبنستخدم الظاهره دي في ايه، انواع الهيدوليك جامب ازاي، بنعمل كاركترايزيشن للهيدوليك جامب يعني ازاي بنوصفه. بعدين هنتكلم على حاجه اسمها الكونجكت ديبثز والانرجي ديسيبيشن، الطاقه اللي بتتبدد في الهيدوليك جامب، واللينث بتاع الهيدوليك جامب. كل ده هنعرف الديفينيشن بتاعه وازاي نحسب الكلام ده كله. بعدين هنتكلم على المبدا او البرنسبل بتاع conservation of momentum. انتوا المفروض عرفتوا يعني ايه conservation of mass، واتكلمتوا عليها وطلعنا منها في الفلويد ميكانيكس وفي الهيدوليكس، طلع من البرنسبل بتاع conservation of mass طلع الكونتينيوتي ايكويشن. وبعدين من البرنسبل بتاع conservation of energy طلعنا البرنولي ايكويشن اللي هي بتقول ان الانرجي عند اي سكشن بتساوي الانرجي عند السكشن التاني زائد الهيد لوسز. فطلعنا عرفنا يعني ايه conservation of energy. اخر حاجة هنعرفها هنستخدمها معانا وهتكمل معانا في هيدوليكس هو ال principle بتاع conservation of momentum، ومنه هنستنتج حاجة اسمها او هنعرف حاجة اسمها specific force، وهنرسم حاجة اسمها specific force diagram. هنراجع كده بسرعة. احنا قلنا ان في الopen channel flow عندي الفلو بيتقسم، من لو بصيت على التايم من ناحية التغيير مع التايم، عندي الفلو بيتقسم steady و unsteady. steady flow هو الفلو اللي البروبرتيز بتاعته مش بتتغير مع الوقت، والانستادي هي الفلو اللي البروبرتيز بتاعته بتتغير مع الوقت. بعد كده قسمنا تقسيمه تانية بالنسبه with respect to the distance، بالنسبه للديستنس. الستادي فلو والانستادي فلو الاثنين ينطبق عليهم نفس الكلام. لو الستادي فلو ده البروبرتيز بتاعته مش بتتغير مع المسافه، ثابت مع المسافه، يبقى بنسميه يونيفورم. لو هو بيتغير مع المسافه بنسميه varied فلو. الفاريد ده قلنا ان هو عباره عن نوعين، رابيدلي فاريد فلو يعني فلو البروبرتيز بتاعته بتتغير بسرعه. يعني ايه بسرعه؟ احنا بنتكلم تاني احنا في الجزء المتعلق بالديستنس، فبسرعه بالنسبه لنا هي ان هو بيتغير في مسافه قصيره. والجرادولي فاريد فلو هو فلو البروبرتيز بتاعته برضه بتتغير لكن في مسافه كبيره ريليتيفلي. تمام. احنا النهارده او في المحاضرتين الجايين هنتكلم على الرابيدلي فاريد فلو بشكل خاص. اليونيفورم فلو اتغطى زي ما قلنا في تشابتر 1. الرابيدلي فاريد فلو، رابيدلي فاريد فلو زي ما قلت من شويه هو فلو بيتغير فيه عمق الميه، وبالتالي كل البروبرتيز بتاعه الفلو بتتغير في مسافه صغيره قوي، فبيحصل تغيير في الووتر سيرفيس بروفايل. تاني حاجه بتميز الرابيدلي فاريد فلو ان ستريم لاينز مش بتبقى ماشيه بارلل ومنتظمه زي في اليونيفورم فلو، لا بيبقى فيها شارب كيرفيتشرز. تمام. فبما ان الستريم لاينز فيها شارب كيرفيتشرز فانتوا اخدنا الكونسبت ده قبل كده ان ما ينفعش ناسيوم ان البريشر هيدروستاتيك بريشر، لان الهيدروستاتيك بريشر ده لو الستريم لاينز عندي بارلل ومنتظمه. الرابيدلي فاريد فلو لا بيحصل في مسافه صغيره قوي، فبيحصل تغير في الجيومتري بتاعه الشانل اللي الميه ماشيه فيها، فبالتالي ممكن يحصل
ان الفلو يبقى ينفصل ويحصل فيه اديز، يعني دوامات وكتيرة ممكن تتكون لما بيحصل rapidly varied flow في اي channel. examples على الاماكن اللي بيحصل فيها، بنلاقي فيها في الشانل جوه الشانل بيحصل فيها rapidly varied flow، هي الويرز اللي هي الهضارات، حاجه اسمها الفنشوري فلوم اخدتوها في فلويد ميكانكس مفروض سلايس جيت. لو انا عندي في الشانل حطيت بوابه، عند البوابه دي حسب نوع الشانل يا اما قبليها يا اما بعديها بيتكون هيدوليك جامب اللي هو جزء من rapidly varied flow. لو انا عندي فري اوفر فول حاجه زي شلال، او عندي الميه بتقع من حته عاليه لحته واطيه، فبيحصل برضو ده بيكون rapidly varied flow. او لو عندي sudden change في slope. الهيدوليك جامب احنا اتفقنا كابليكيشن على rapidly varied flow، هنتكلم المحاضره دي بالذات على الهيدوليك جامب كواحد من الحاجات اللي بيحصل فيها rapidly varied flow. الهيدوليك جامب ده بيحصل امتى؟ دي ظاهره بتحصل امتى؟ الظاهره دي بتحصل في الاوبن شانلز كتير جدا. في بعد دراسه اكتشفنا ان هي بتحصل لما الفلو بيبقى عايز ينتقل من سوبر كريتيكال فلو، يعني الميه بتبقى ماشيه بعمق صغير وسرعه عاليه والفراود نمبر بيكون اكبر من واحد، وبعد كده الميه بتكون لسبب ما او لظروف ما هنتعرض لها بعد شويه عايزه تزود عمقها وتتحول لسب كريتيكال فلو. فعشان الميه تتحول من سوبر كريتيكال لسب كريتيكال في الوقت ده بتظهر بيحصل بتتكون الظاهره اللي احنا بنسميها الهيدوليك جامب. العكس مش صحيح، لو الميه عايزه تتحرك من سب كريتيكال فلو لسوبر كريتيكال فلو، يعني من عمق عالي لعمق واطي، عمق اكبر من الكريتيكال لعمق اقل من الكريتيكال، مش بيحصل الهيدوليك جامب. يبقى الهيدوليك جامب بتحصل في حاله واحده بس، لو الميه عايزه عمقها يتغير من سوبر كريتيكال تروح للايه؟ للسب كريتيكال. هنبص كده على الرسمه السكيماتيك اللي احنا بنرسمه، الرسمه اللي هنكمل بيها بعد كده بنرسمها للهيدوليك جامب. بنقول احنا بنفترض دايما ان الفلو ماشي من الشمال لليمين، عندي الواي واحد اللي هو عمق الميه قبل ما يحصل جامب، واتفقنا ان الواي واحد دي اقل من الواي كريتيكال، لان اتفقنا الهيدوليك جامب بيحصل لو الواي واحد دي لو الميه عايزه تتحول من سوبر كريتيكال، يعني واي واحد اقل من واي كريتيكال، وتروح لعمق سب كريتيكال، يعني واي 2 اللي هي عمق الميه بعد الجامب يكون سب كريتيكال. فالواي واحد دي سوبر كريتيكال اقل من الواي واحد اقل من الواي كريتيكال، وفراود نمبر عند السكشن رقم واحد اكبر من واحد. بعد كده واي 2 بتبقى عمق كبير وشرط ان هو يكون اكبر من الواي كريتيكال عشان يبقى عندي اصلا هيدوليك جامب، والفراود نمبر بالتالي بيكون اقل من واحد، وده بيبقى شكل الهيدوليك جامب كده. بيبقى السيرفيس سطح الميه مش منتظم كده، في تعريجات لان بيبقى زي ما قلنا في دوامات وفي تيربلنس بيحصل للميه وهي في الهيدوليك جامب. طيب امتى بيحصل هيدوليك جامب؟ احنا قلنا اتفقنا هيدوليك جامب بيحصل لو الميه عايزه تتحرك من عمق سوبر كريتيكال لعمق سب كريتيكال. طب امتى بيحصل الكلام ده؟ في يعني اكزامبلز كده على الكلام ده، لو انا عندي ستيب الشانل بتاعتي السلوب بتاعها بيتغير من سلوب ستيب لسلوب مايل. يعني ايه سلوب ستيب؟ سلوب ستيب كده لو احنا افترضنا ان الخط الاحمر ده هو الكريتيكال الواي كريتيكال او الكريتيكال ديبث لاين، تمام؟ زي ما احنا قلنا في شيت 2 او تشابتر 2 ان الواي كريتيكال مش بتتغير بتغيير سلوب. يعني انا لو عندي الكيو والبي والتي ثابته في الشانل وغيرت سلوب، كان سلوب جامد ستيب يعني حاد، وحولت سلوب لسلوب اقل مايلز يعني خفيف، الواي كريتيكال هتفضل زي ما هي. فانا عندي الواي كريتيكال هي الخط الاحمر ده، وفجاه انا غيرت سلوب بتاع الشانل بتاعتي من ستيب لمايلد، تمام؟ ستيب يعني ايه ستيب؟ يعني حاد. يعني ايه سلوب حاد؟ يعني الواي النورمال دبث بتاع الميه اقل من الايه؟ الواي كريتيكال. فانا عندي خط تحت كريتيكال، وبعدين السلوب التاني مايلد يعني خفيف، يعني عمق الميه النورمال فيه الواي نود اكبر من الواي كريتيكال، فده معنى المايلد سلوب. فبالتالي انا حصل عندي الكونديشن بتاع الهيدوليك جامب، الميه عايزه تتحرك من تحت الكريتيكال لفوق الكريتيكال. عشان الميه تتحرك من تحت الكريتيكال لفوق الكريتيكال مفيش اي حاجه توصلها غير هيدوليك جامب. طيب امتى تاني بيحصل الهيدوليك جامب؟ لو انا عندي جيت
حاطه بوابه، والبوابه دي على تشانل محطوطه جوه تشانل، التشانل دي سلوب بتاعها مايلد. هنعرف تاني الخط الاحمر ده هو الكريتيكال ديبث لاين، ومايلد سلوب يعني سلوب خفيف. يعني ايه؟ يعني النورمال ديبث، الديبث اللي المايه بتبقى ماشيه بيه عاده في السلوب ده، لو هي المايه ماشيه يونيفورم تبقى ماشيه بعمق اكبر من الواي كريتيكال، فهتلاقوا الخط الازرق فوق الخط الاحمر. طيب ايه المشكله لو حطيت، انا جيت حطيت بوابه في النص، لو حطيت بوابه في النص البوابه دي بتكبر المايه، ان عمقها قبل البوابه يزيد وبعد البوابه الميه بتخرج، بكبر الميه انها تخرج من فتحه البوابه، فالميه بتجبر انها تخرج بعمق صغير قوي. طيب العمق الصغير ده لو هو تحت الخط الاحمر اللي هو الكريتيكال، فالميه طالعه بعمق سوبر كريتيكال من فتحه البوابه، وانا وهي عايزه ترجع تاني الميه للنورمال ديبس بتاعها اللي احنا اتفقنا ان النورمال بتاعها اعلى من الخط الاحمر من الواي كريتيكال، فبالتالي عشان الميه تعدي من السوبر للسب هتعمل هيدوليك شن. طيب لو انا حطيت الجيت بس حطيتها على تشانل ستيب، يعني ايه تشانل ستيب؟ قلنا الخط الاحمر هو الكريتيكال ديبث، تشانل ستيب يعني السلوب جامد. يعني ايه؟ يعني الوات النورمال او اليونيفورم ديبث بتاعها الواي نود اقل من الواي كريتيكال، تمام؟ فالميه ماشيه بعمقها تحت الخط الاحمر ده اقل من الواي كريتيكال. لو انا حطيت بوابه زي ما اتفقنا عمق المية قبل البوابة بيزيد بيرتفع جدا، بيبقى اعلى عمق المية ممكن تمشي بيه في خلال الشانل، عادة العمق ده بيبقى سب كريتيكال. المية اصلا كانت ماشية سوبر وعايزة قبل البوابة تطلع تبقى سب كريتيكال، فلازم تعمل هيدوليك جامب. اخر يعني حاجة من الامثلة اللي احنا هنذكرها دلوقتي، المية وهي نازلة downstream of a spillway. spillway اللي هو المفيد، اللي هو ده لو سد، ده جسم السد وده spillway. المية وهي نازلة من فوق جسم السد تبقى نازلة بسرعة عالية جدا وعمق صغير جدا زي ما احنا شايفين، تمام؟ فعند ال downstream بتاع spillway اول ما المية بتنزل من على السد عمقها صغير قوي، وبتبقى عايزة المية ترجع لعمقها الطبيعي اللي هو عمق subcritical. فمن super لsub عادة بنلاقي في spillways بنلاقي بيحصل هيدوليك جامب. طيب ايه الخصائص بتاعت الهيدوليك جامب؟ دي صورة من المعمل، صورة حقيقية لشكل الهيدوليك جامب اللي احنا بنعمله في التجربة بتاعت المعمل عندنا الموجود. ايه الخصائص؟ بيتميز بايه الهيدوليك جامب؟ اول حاجة الفلو فيه بيبقى تربلنت جدا زي ما انتوا شايفين كده، الفلو غير منتظم وسطح المية كده فيه تعريجات وحاجات وبيبقى تربلنت جدا. تاني حاجة بيبقى فيه air entreatment، بيبقى فيه هواء موجود جوه الهيدوليك جامب ده كتير قوي، فبالتالي لو بصيتوا كده هتلاقوا الصورة هتلاقوا فيها air bubbles، فقاعات هواء كتير قوي بتبقى متكونة جوه في الحتة الجزء بتاع الهيدوليك جامب ده. الخاصية التالتة ان هو بيعمل erosive pattern. يعني ايه؟ يعني الهيدوليك جامب ده لو بصينا للشانل باد اللي تحتيه، الباد بتاع الشانل تحت الهيدوليك جامب ده هنلاقي بيحصل فيه نحر جامد جدا. عشان كده دايما بنحاول في اي اوبن شانل واحنا بنعمل ديزاين نبقى عارفين بالظبط الهيدوليك جامب، نبقى محتاجين نعرف هو هيحصل في اي جزء من الشانل بالظبط، نبقى عارفين هيحصل طوله قد ايه بالظبط، عشان لازم يبقى يعني في تبطين للشانل في الجزء تحت الجزء ده عشان ما يحصلش نحر وبالتالي يحصل مشكلة في الشانل بتاعتي. برضو الخاصية المهمة الهيدوليك جامب بيبقى فيه طبعا نتيجة التربلنس، بيبقى فيه صوت عالي جدا للمية في الحتة دي. واخر حاجة بيبقى فيه انرجي ديسيبيشن. انرجي ديسيبيشن يعني المية بتفقد طاقة كبيرة جدا خلال الهيدوليك جامب ده. طيب احنا بنستخدم ساعات بنستغل الظاهرة دي لو احنا عايزين نعمل بنخلق، احنا نحاول نخلق ظروف تعمل هيدوليك جامب لو احنا عايزين نعمل ديسيبيشن للانرجي. لو انا عندي هيدروليك ستراكشر معين، عندي منشأ معين انا عاملاه منشأ هيدروليكي، والمية لسبب ما في المنشأ ده الطاقة بتاعتها عالية جدا، وانا عايزة اهدي المية او اخلي الانرجي اقل شوية،
فبنعمل ايه؟ بنحاول نخلق ظروف تخلي يحصل هيدوليك جامب عند الهيدوليك ستراكشر ده، بالتالي المية تفقد شوية طاقة. طيب تاني حاجة بستخدم فيها هيدوليك جامب، زي ما اتفقنا احنا بنقول ان بيحصل اير انتريتمنت جوه الهيدوليك جامب، بيبقى فيه اير بابلز كتيرة وبيبقى فيه نسبة الاكسجين عالية قوي جوه الهيدوليك جامب. فانا لو عايزة اعمل اريشن للفلو، يعني عايزة الاكسجين يزيد جوه المية، بعمل هيدوليك جامب. طب ايه اللي بيخليني محتاجة ان انا اعمل اريشن للفلو او ازود الاكسجين في المية؟ ده بيبقى طبعا في الاماكن اللي بيبقى فيها الهيدوليك جامبس دي، لما بيبقى فيه اكسجين تلاقي السمك كله بيروح في الحتة دي. فلو انا عايزة اعمل مزارع سمك او اصطاد سمك او في حتة معينة عايزة ازود فيها الثروة السمكية، بنعمل فيها، نحاول نعمل فيها هيدوليك جامب عشان يعمل اكسجين الاسماك تتغذى. تاني حاجة احنا قلنا ان بيبقى فيه تيربلنس عالي قوي وفي دوامات في الهيدوليك جامب. فلو انا عايزة اعمل ميكسينج للكيميكلز جوه الشانل، يعني ايه؟ انا عندي شانل والمية ماشية فيها وانا عايزة احط شوية كيميكلز جوه الشانل دي، فعشان الكيميكلز دي اضمن ان هي تختلط بالمية كويس قوي، بعمل بحط الهيدوليك بحاول اخلق هيدوليك جامب او احط الكيميكلز في مكان الهيدوليك جامب عشان يحصل ميكسينج نتيجة الدوامات، والكيميكلز اللي انا حطيتها دي تنتشر في بقية الشانل بعد الهيدوليك جامب. امتى بنعمل كده؟ لما اكون عايزة احط كيميكلز انضف المية، عايزة اعمل ديس انفكشن لسبب ما، المية فيها حاجة ملوث وانا عايزة انضفه فبحط كيميكل، او عندي المية دي مية صرف، عندي مصرف وعايزة اعمل معالجة للمية بتاعت المصرف ده، فبحط برضو كيميكلز معينة وبحاول اخلق هيدوليك جامب عشان الكيميكلز دي تمكس فيها كويس. انواع الهيدوليك جامبس ايه؟ اول حاجة الكلاسيكال جامب، الفري جامب، اللي هو الجامب اللي بيحصل مش احنا مخلقينه، هو بيحصل براحته خالص، والجامب ده فري، يعني نقصد ان سطح المية جوه الجامب المعرض للهواء، تمام؟ في عكسه بقى عندي حاجة بتحصل اسمها السبميرج جامب، دي بتحصل داون ستريم الجيتس. لو انا عندي سلوب بتاعي مايلد وحطيت جيت، بيحصل حاجة اسمها سبميرج جامب. يعني ايه سبميرج جامب؟ يعني انتوا لو شايفين كده من الرسمة ملاحظين المية وهي طالعة من الجيت، طالع الخط الداش ده هو المية، الخط الداش ده سوري، ده اللي هو بيفصل جزء المية اللي فوق عن جزء المية تحت، والخط السوليد ده هو سطح المية، تمام؟ فالمية وهي خارجة من الجيت، لو انتوا باصين كده على فتحة الجيت هتلاقوا فتحة الجيت مغمورة بالمية submerged، فبالتالي دي بتبقى اسمها submerged jump، تمام؟ بعد كده عندي حاجة اسمها الفورس جامب. فورس جامب دي لو انا الجامب زي ما احنا قلنا احنا اللي عملنا ظروف معينة ساعدت ان الجامب دي تحصل، بان احنا حطينا حاجة اسمها بلوكس كده، هنحط بلوكس، البلوكس دي بتحكم الهيدوليك جامب ان هو يحصل في مكان معين. هندرس بالتفصيل السبمرج جامب دي واحنا في المحاضرة او في الجزء الثاني من الرابيدلي فاريد فلو اللي هو الفلو اندر جيتس، تاخده بالتفصيل السبميرج جامب، وهنتكلم في اخر المحاضرة بتاعت النهاردة عن الفورس جامب دي وازاي بنعملها، وازاي لما بنحط بلوكس زي الصورة اللي تحت دي، لو احط بلوكس كده في طريق في مسار المية، ازاي البلوكس دي بتجبر الجامب انها تحصل، وبتجبرها انها تحصل في مكان معين، بنتحكم في المكان بتاع الجامب بالبلوكس دي، تمام؟ اول حاجة دلوقتي هنتكلم على الكلاسيكال جامب. كلاسيكال جامب الهيستوريكال باك جراوند بتاعها كده، ليوناردو دافنشي اللي هو الرسام وصفها ورسمها في كتير من رسوماته في القرن ال16. في عالم اسمه بيدون حاول يعمل اكسبيرمنتس كتير عشان يفهم الهيدوليك جامب اكتر. اخر حاجه العالم اللي اسمه بلانجر اوجد علاقه ما بين العمق الابستريم الجامب والعمق داون ستريم الجامب، العمق الابستريم الجامب اللي هو السوبر كريتيكال، والعمق الداون ستريم الجامب السب كريتيكال، هو اوجد بينهم علاقه، والمعادله بتاعت بلانجر دي هي دي اللي بنستخدمها لحد دلوقتي، وهي دي اللي بعد شويه هنستنتجها وهنستخدمها في بقيه الحل بتاعنا في الاوبن شانلز.
ده شكل الكلاسيكال جامب، دي صورة برضو من المعمل بتاعنا، صورة حقيقية. ده شكله التو، الجامب تو اللي هو الجزء الاولاني من الجامب اللي هو العمق الصغير السوبر كريتيكال الواي واحد. بعدين الجامب رولر دي الدوامات والموج اللي بيحصل جوه الجامب. بعد كده التيل ووتر اللي هو العمق الاخراني او الداون ستريم او السب كريتيكال او اللي احنا بنسميه واي 2. ده بيحصل ده امتى؟ بعرفه امتى ان هو وصلت للتيل ووتر؟ لما الاقي الميه ابتدت البابلز تختفي وسطح الميه ابتدى يبقى ثابت و هادي، ما فيهوش التربلنس اللي في الايه في الجامب رولر نفسها. اول ما نلاقي الخصائص دي يبقى احنا كده الجامب بتاعنا خلص. طيب هنعرف شويه حاجات. الكيو اللي هو الديسشارج، كميه الميه اللي ماشيه. الجزء ده اللي هو الجزء اللي فيه الدوامات والحاجات والاير بابلز بتاعه الجامب. نعرف العمق واي واحد اللي هو عمق الميه قبل الجامب على طول عند الجامب تو، والفي واحد اللي هي سرعه الميه عند التو بتاعه الجامب. بعد كده بنعرف حاجه اسمها واي 2. واي 2 اللي هو التيل ووتر ديبث او العمق السب كريتيكال او العمق عن لما الجامب اول ما الجامب يخلص، وفي 2 هي سرعه الميه عند السكشن 2 ده. بعد كده احنا بنسمي الواي واحد والواي 2 اللي هما العمقين بتوع الهيدوليك جامب بنسميهم كونجوجيت ديبثز. عندي حاجه اسمها الهايت بتاعه الجامب. الهايت بتاع الجامب هو الفرق ما بين الواي 2 والواي 1 اللي هو الجزء اللي الميه عليته جوه الجامب. الميه نطت من واي 1 لواي 2، فالهايت ارتفاع الجامب بتاعنا هي واي 2 ناقص واي 1. ال HLG اللي هي الهيد لوسز اللي حصلت في خلال الجامب، وزي ما اتفقنا في الهيدوليك جامب بيحصل انرجي ديسيبيشن عاليه قوي، فبيحصل هيد لوسز ما اقدرش اهملها، التوتال انرجي لاين بيبقى نازل ما اقدرش ارسمه افقي خالص، برسمه نازل طبعا مايل لتحت، ودي الهيد لوسز اللي بتحصل في خلال الجامب. اخر حاجه هو اللينث بتاع الجامب، الطول بتاع الجامب نفسه، المسافه ما بين الواي واحد والواي 2 في اتجاه الميه كام، ده اللينث بتاع الجامب. طيب ازاي بنوصف الهيدوليك جامب؟ الاول حاجه بنعمل له كلاسيفيكيشن، بنصنف الهيدوليك جامب، وتاني حاجه بنوجد علاقه ما بين الابستريم والداونستريم. بعد كده بنعرف الهيد لوسز اللي حصلت جوه الجامب، لازم نعرف نحسبها، ولازم نعرف اللينث بتاع الهيدوليك جامب. لو عرفنا نعمل الاربع حاجات دول يبقى احنا كده وصلنا ان احنا عملنا كاركترايزيشن او توصيف للهيدوليك جامب. اول حاجه الكلاسيفيكيشن، التصنيف بتاع الهيدوليك جامبس، احنا اتفقنا دي الرسمه بتاعتنا، والواي واحد هي عمق الميه، او السكشن واحد هو السكشن اللي عند التو بتاع الجامب اللي هو قبل ما الجامب تحصل على طول. بالتالي في اف ار واحد، فراود نمبر واحد هو الفراود نمبر عند نفس السكشن ده، ففراود نمبر هو الفي على جذر جي في الواي. تمام. طيب احنا عشان نصلى في الهيدوليك جامبس اتعملت تجارب كتير جدا، لقوا ان الانرجي ديسيبيشن، كمية الانرجي اللي بتتبدد جوه الهيدوليك جامب، وكمية الاير انتريتمنت، الاير اللي بيتكون جوه الهيدوليك جامب، وقوة الميكسينج بتاعة الجامب، كل الكلام ده التجارب اثبتت ان هو بيعتمد على فراود نمبر واحد. فبالتالي احنا لو عايزين نصنف الهيدوليك جامب نعمل له كلاسيفيكيشن، بنعمل الكلاسيفيكيشن ده بناء على قيمة الفراود نمبر واحد. نبص كده على الجدول ده هنلاقي ده التايب بتاع الجامب، وده الفراود نمبر رينج بتاعه، وده الوصف بتاعه، ودي البرسنتج بتاعت الانرجي ديسيبيشن اللي بتحصل جوه الجامب. طيب لو انا عندي فراود نمبر واحد اقل من واحد، هل ده معناه ان في جامب اصلا هتحصل؟ لا طبعا، ده impossible. احنا اتفقنا ان عشان الجامب تحصل لازم فراود نمبر واحد او الفلو يكون سوبر كريتيكال وبعدين يتحول لسب كريتيكال. سوبر كريتيكال يعني فراود نمبر لازم يكون فراود نمبر واحد يكون اكبر من واحد. فلو فراود نمبر واحد اقل من واحد مفيش هيدوليك جامب هتتكون. طيب لو فراود نمبر واحد ما بين واحد و 1.7 ده بيبقى هيدوليك جامب ضعيف جدا، الانرجي ديسيبيشن فيه اقل من 5%. طيب
لو من 1.7 ل 2.5 ده بيكون weak jump، يعني jump بس يعني ضعيفة بس أقوى شوية من اللي قبلها، والانرجي ديسيبيشن بيكون من 5 ل 15، وسطح المية بيكون smooth سلس وما فيهوش التعريجات. طيب لو الفراود نمبر واحد من 2.5 ل 4.5، دي بتبقى حاجة اسمها oscillating jump. oscillating jump دي بتبقى مش stable، بتبقى بتتحرك، ممكن تتحرك يمين وشمال، وده بيعمل زي ما قلنا erosion، فالerosion بيمتد في حتت في اجزاء كتيرة من الشانل، والانرجي ديسيبيشن فيها من 15 ل 45%. طيب لو الفراود نمبر واحد من 4.5 ل 9، دي الجمب دي بنسميها steady jump، وبتبقى stable ومكانها نوعا ما ثابت، والانرجي ديسيبيشن فيها من 45 ل 70%، وده رقم كويس جدا، وده الرينج اللي احنا بنحاول نحافظ عليه. لو احنا هيبقى فيه جمب في الشانل بتاعتي، بنحاول نخليها في الفراود نمبر واحد ما بين 4.5 و 9. طب لو فراود نمبر اكبر من 9، بتبقى الجمب جامدة جدا، الانرجي ديسيبيشن عالي جدا، بس بتبقى الجمب عنيفة. طيب تاني حاجة قلنا في التوصيف بتاع او الكاركترايزيشن بتاع هيدوليك جمب، واحنا قلنا اول حاجة الكاركترايزيشن عشان نعمله لازم نعمل كلاسيفيكيشن، تاني حاجة لازم نوجد علاقة ما بين الكونجكت ديبث، الكونجكت ديبثز اللي هي الواي واحد والواي اتنين بتوع الجمب، ايه العلاقة اللي ما بينهم. طيب احنا قلنا اتفقنا ان بيحصل هيد لوسز عالية جدا في الهيدوليك جمب، تمام؟ فلو انا عايزة اوجد علاقة ما بين الواي واحد والواي اتنين، مش هينفع اقول ان specific energy واحد او الانرجي عند واحد بتساوي الانرجي عند اتنين، لان في هيد لوسز حاصلة مش هقدر اهملها. فلو عايزة اطبق المعادلة بتاعت الانرجي، هقول ان التوتال انرجي عند واحد بتساوي التوتال انرجي عند اتنين زائد الهيد لوسز، والهيد لوسز عندي هتبقى unknown مش معلوم، بالتالي انا الانرجي equation مش مناسبة ان انا اطبقها في الهيدوليك جامب، لان هي هتزود عليا الانونز مش هتقللها. طب ايه الحل؟ انا عايزة اوجد علاقة ما بين الواي واحد والواي اتنين، ومش عارفة اطبق الconservation of energy او الانرجي equation. هنلجأ لايه؟ هنرجأ للprinciple بتاع المومنتم conservation. المومنتم بيقول ايه؟ الprinciple بيقول ايه؟ ان سيجما الفورسز على الكنترول فوليوم بتاعي بيساوي الرو في الكيو في الفيلوسيتي بتاعت المية، وهي خارجة من الكنترول فوليوم ناقص الفيلوسيتي بتاعت المية وهي داخلة الكنترول فوليوم. يبقى اول حاجة عشان نوجد علاقة بين واي واحد واي اتنين، هنختار كنترول فوليوم. كنترول فوليوم هنختار جزء من المية، طبعا الجزء اللي احنا بنختاره ده لازم يكون جواه الفاريبلز بتاعتي، يعني يكون ماخدش الكنترول فوليوم بتاعي شمال قوي ولا يمين قوي، انا هاخد الكنترول فوليوم بتاعي هو الهيدوليك جامب عشان يظهر في الكنترول فوليوم ده واي واحد وواي اتنين. طيب لو انا عايزة اطبق الانرجي ايكويشن، لازم اشوف الكنترول فوليوم بتاعي ده ايه الفورسز، زي ما اتفقنا سيجما الفورسز بيساوي رو في كيو في في اوت ناقص في ان. طب ايه الفورسز اللي بتأثر على الكنترول فوليوم بتاعي ده؟ قبل ما اطبق واشوف السيجما الفورسز اللي او الفورسز اللي بتأثر على الكنترول فوليوم، لازم نقول نتفق مع بعض على شوية assumptions هنحطها عشان نسهل شوية الاستنتاج بتاع المعادلة او العلاقة اللي ما بين ال two depths او ال conjugate depths. اول assumption بفترض ان الباد بتاعي horizontal. طيب يعني ايه بفترض الباد horizontal؟ يعني ال weight component المركبة الوزن بتاعت المية completely vertical، فما فيش الويت ده مش داخل معايا في الفورسز بتاعتي. لو كان الباد بتاعي مش افقي، كان هيبقى لازم اخد المركبة الوزن اللي في اتجاه الفلو بتاعي المية، فانا هاسيوم ان الباد هوريزونتال، بالتالي هشيل مركبة الوزن دي من الحسبة بتاعتي او من الفورسز بتاعتي. طيب تاني حاجة مهمة جدا، احنا اتفقنا ان الفلو في الهيدوليك جامب تيربلنت، واتفقنا ان الفلو بدام تيربلنت وستريم لاينز مش منتظمة، لا ما ينفعش اعتبر ان الفلو البريشر هيدروستاتيك، بس احنا تسهيلا هنعتبر ان البريشر هيدروستاتيك. فلما نيجي نحسب الفورس اللي ناتجة عن ضغط المية، هنحسب الفورس
على انها هيدروستاتيك فورس. تمام، هيدروستاتيك فورس يعني ايه؟ يعني البريشر بتاع المية زي ما اخدناه في سنة تانية، هو مثلث، المثلث بتاع ضغط المية من الشمال. فانا عندي ده الكنترول فوليوم بتاعي، وبشوف الفورسز اللي بتأثر على الكنترول فوليوم. فانا عندي المية اللي على شمال الكنترول هيدوليك جام بتضغط عليه من الشمال لليمين، فعندي الفورس الهيدروستاتيك فورس بريشر واحد اف بي واحد بتضغط من الشمال لليمين. وبعدين عندي الهيدوليك جامب بتاعي اللي هو الكنترول فوليوم بتاعي، في جزء الميه اللي على يمينه بيضغط عليه من اليمين للشمال، فعندي اف بي 2 بتضغط في اتجاه عكس اف بي 1، والاثنين هنعتبرهم مثلث عشان اعتبرنا ان البريشر هيدرو ستاتيك. تالت اسامبشن بنعمله وده مهم جدا جدا، ان شانل بوتم الباد بتاعي سموث. سموث يعني ايه؟ يعني المية وهي بتتحرك بفترض ان مفيش ريزيستنس، مفيش حاجة بتقاومها الناحية التانية. لو انا ما خدتش، لو ما عملتش الاسامشن ده، يبقى لازم ادخل في الفورسز اللي بتأثر على الكنترول فوليوم بتاعي وانا بطلع سيجما الفورسز، لازم ادخل في الاعتبار الشير ستريس اللي بيعمله الباد على الهيدوليك جامب او على الكنترول فوليوم. فانا بعمل اسامبشن ان الباد سموث، بالتالي اقدر اسيوم ان الشير ستريس بتاعي اولموست زيرو، فما فيش الفورس بتاعه الريزيستنس دي. اخر حاجه بفترض ان الفيلوسيتي ديستريبيوشن يونيفورم، يعني السرعه ثابته بالنسبه للعمق، يعني سرعه الميه فوق خالص في سطح الميه زي سرعه الميه تحت خالص، السرعه منتظمه. طيب هطبق المعادله بتاعه المومنتم، بتقول لي سيجما الفورسز، احنا اتفقنا بالاسامبشنز اللي عملناها ان سيجما الفورسز هما ريسيو على 2 اف بي 1 واف بي 2 عكسها في الاتجاه، تمام، بيساوي رو في كيو في الفيلوسيتي بتاعت المايه وهي خارجه من الكنترول فوليوم يعني في 2 ناقص سرعه المايه وهي داخله الكنترول فوليوم اللي هي في 1. طيب الاف بي، اف بي اخدناها قبل كده في الفلويد ميكانكس، الاف بي عباره عن جاما في الاريا في الاتش بار. نبص كده بالتفصيل للجاما اللي هي اليونت ويت بتاع الميه، الجاما بنعوض عنها 9810 نيوتن للمتر مكعب، يا اما 1 طن للمتر مكعب، يا اما 1000 كيلوغرام للمتر مكعب. الاريا هي الكروس سكشن اريا، هي الاريا بتاعه الكروس سكشن بتاع الشانل عند القطاع الاولاني عند بدايه الهيدوليك جامب. يبقى عند هيدوليك جامب هبص في اتجاه عمودي على الهيدوليك جامب واشوف الكروس سكشن القطاع بتاع الشانل بتاعتي الاريا بتاعته كام، وهي دي اللي هعوض فيها عشان اجيب الاف بي. اخر حاجه الاتش بار، الاتش بار لو انا بصيت على الكروس سكشن بتاعي اتجاه عمودي على الهيدوليك جامب هشوف السنتر اوف جرافيتي بتاع القطاع ده فين، والمسافه ما بينه وما بين سطح الميه هي دي اللي بسميها ال H bar. فمعادلة المومنتم لو بصينا عليها كانت F P 1 ناقص F P 2 تساوي رو في Q في V 2 ناقص V 1، هشيل ال F P وحط مكانها الجاما في ال area في ال H bar، هيطلع شكل معادلة المومنتم الشكل اللي هو ايه اللي احنا شايفينه ده. طيب انا عايزة تاني اطلع العلاقة ما بين ال Y 1 وال Y 2، فانا لو عوضت، لو بصيت على الكلام ده هاخد، هعمل، هغير بس الترتيب بتاع المعادلة، هاخد الحاجات اللي ليها علاقة بالقطاع الاولاني احطهم في ناحية، الحاجات اللي ليها علاقة بالقطاع التاني هحطهم في الناحية التانية، فهتبقى شكل المعادلة كالتالي. انا خدت رو كيو في 2، خدت سوري الجاما في الاريا في 2 في اتش بار 2 حطيتها ناحية اليمين، وجبت الرو في كيو في في 1 حطيتها ناحية الشمال، فهيطلع الشكل ده. لو عملت قسمت كل المعادله بتاعتي على جاما هلاقي الشكل عامل كده، قسمت على جاما وشلت ال V وحطيت مكانها كيو على ال A، فهلاقي المعادله بقت اريا 1 في اتش 1 بار زائد كيو سكويرد على جي اريا 1 بتساوي اريا 2 في اتش 2 بار زائد كيو سكويرد على جي اريا 2. هندفاين، هنعرف حاجة جديدة، ترم جديد اسمه specific force. specific force هو عبارة عن الاريا في الاتش بار زائد كيو سكويرد على جي في الاريا.
الترم ده احنا هنسميه specific force. لو فاكرين احنا عرفنا حاجة تانية اسمها specific energy. specific energy كانت عبارة عن ال y زائد v squared على 2g. النهاردة عرفنا specific force. specific force هي ال area في ال h bar زائد q squared على ال g في ال a. فلو رجعنا تاني لمعادلة المومنتم دي بعد ما طلعناها وسمينا الكلام ده specific force، فهنلاقي ان في الاخر عن الهيدوليك جامب معادلة المومنتم هتوصلني ان عند الهيدوليك جامب specific force 1 بتساوي specific force 2، وده تعريف ال specific force. طيب يبقى بالتالي دي معادلة المومنتم، طبقناها، خدنا control volume، شفنا الاسامبشنز، عايزين نشوف سيجما الفورسز، فشفنا الاسامبشنز بتاعتنا. الاسامبشنز بتاعتنا شالت لنا شويه من الفورسز، بقى عندي فورس بتاعت البريشر من الشمال ومن اليمين، وعملنا سمبليفيكيشن لمعادله لحد ما طلعت بالشكل ده. سبيسيفيك فورس 1 بتساوي سبيسيفيك فورس 2. تمام، ده لاي شكل كروس سكشن. احنا ما حطيناش اي كروس سكشن معين، احنا بنتكلم بشكل عام ان اريا واتش بار بشكل عام. طب لو انا عندي القطاع بتاع الشانل بتاعتي ريكتانجلر او فيري وايد، وعوضته انتوا في المعادله دي بتاعه المومنتم، المعادله الكبيره اللي هي الجنرال دي، عوضنا بالبروبرتيز بتاعه الريكتانجلر سكشن. ريكتانجلر سكشن يعني ايه البروبرتيز بتاعته؟ ان نعوض بالاريا واحد هتشيلها ونحط بي واحد في واي واحد، ونشيل الاتش بار ونحط واي واحد على الاثنين، وهنعمل شويه سمبليفيكيشن للمعادله. هيطلع لي المعادله العلاقه ما بين الواي واحد والواي اتنين اللي انا كنت بدور عليها من الاساس، هتطلع لي بالشكل ده. المعادله بتقول ان واي اتنين بتساوي واي واحد على الاثنين في ناقص واحد زائد جذر واحد زائد 8 فراود نمبر واحد تربيع. تمام، المعادله دي تقدر تشتغل العكس، يعني يا اما تحطوا هنا على الشمال واي اتنين هي المجهولة وتعوضوا في اليمين بحاجات واي واحد، واي واحد وفراود نمبر واحد، يا اما العكس تبقى واي واحد هي المجهولة وواي اتنين تعوضوا بواي اتنين وفراود نمبر اتنين، برضو المعادلة هتبقى نفس الشكل بالظبط. وهي دي المعادلة اللي استنتجها العالم اللي اسمه بلانج. دي بلانجز اكويشن، ودي اللي بنستخدمها دايما لما اكون عايزة اعرف علاقة بين واي واحد واي اتنين بتاعت هيدوليك جامب. بس ناخد بالنا ان بلانجر ايكويشن دي بتستخدم فقط لو القطاع عندي ريكتانجلر او القطاع فيري وايد، لكن لو القطاع ترابيزويد او اي شكل تاني وانا عايزة العلاقة ما بين واي واحد والواي اتنين، للأسف هضطر استخدم الجنرال ايكويشن الكبيرة دي. هعوض بالاريا بتاعت الترابيزويد الكروس سكشن والاتش بار بتاعت الترابيزويد الكروس سكشن، والمعادلة هتبقى مش دايركت على طول، مش اكسبليسيت، يعني مش هيطلع لي لو انا عايزه الواي 2 مش هيطلع لي على طول، او الواي 1 مش هيطلع لي على طول زي من بلانجر ايكويشن. لا، هضطر اعمل شويه ترايل اند ايرور او احلها بطريقه نيوميريكال عشان يطلع لي العمق اللي انا عايزاه. طيب هنركز شويه، هننسى الهيدوليك جامب شويه وهنركز على سبيسيفيك فورس. احنا عرفنا سبيسيفيك فورس هي الاريا وفي الاتش بار زائد q squared على ال g في ال a. تمام، فاحنا عايزين نفهم شوية يعني ايه specific force. عشان نفهم ال specific force هنحاول نرسم حاجة اسمها ال specific force diagram. طيب عشان نرسم ال specific force diagram ده هنثبت ال q، هنرسم ل q معينة و cross section geometry معين. يعني ايه cross section معين؟ يعني ال B وال T بتوع الشانل يبقوا ثابتين. فانا عندي Q و B و T ثابتين وعايز ارسم حاجة اسمها specific force diagram. طيب specific force diagram ده عبارة عن ايه؟ زي specific energy diagram. specific energy diagram كان علاقة ما بين specific energy على المحور الافقي وال Y في المحور الرأسي. فاحنا specific force diagram هيبقى نفس الفكرة، هيبقى specific force على المحور الافقي وال Y على المحور الراس. تمام، زي ما اتفقنا انا برسم specific force diagram ده لQ معينة و cross section معين geometry معين. cross section geometry معينة يعني B و T ثابتين، يبقى انا عندي Q و B و T وعايزة اغير ال Y واشوف احسب specific force المقابلة ليها عشان ارسم specific force diagram. عايزة اوقع علاقة ما بين ال Y و specific force، فهعمل ايه؟ هفترض قيم مختلفة لل Y
بعدين احسب specific force. عشان احسب specific force نبص على المعادلة اللي على الشمال، هحتاج احسب ال area واحسب ال h bar، واحسب ال area في ال h bar، واحسب ال q squared على g في ال area، بعدين اجمع الترم ده اخر عمودين هجمعهم على بعض اطلع ال specific force. بالتالي هيطلع لي لكل قيمة لل y اللي انا افترضتها هيطلع لي قيمة مقابلة لل specific force. لو رسمت الكلام ده لأي كيو وبي وتي، أي حد هيفترض قيمة للكيو والبي والتي، كل واحد فينا هيفترض ثلاث قيم غير التاني، هيطلع شكل specific force diagram نفس الشكل، هيطلع الشكل ده لكل الناس مع اختلاف القيم طبعا. طيب الشكل ده لو بصينا عليه كده هنبص عليه بتمعن، هنستنتج شوية حاجات. أول حاجة إن عندي الشكل شبه specific energy diagram في نقطة عندها specific energy بتكون minimum. طب specific energy minimum دي بتحصل عند عمق معين. طب العمق ده هو أني عمق؟ لو بصينا كده على المعادلة بتاعت specific force فضلناها بالنسبة لل y وسويناها بالصفر، هنلاقي بالظبط زي ما طلع لنا عند specific energy. هنلاقي ان specific force بتكون minimum عند Froude number بيساوي واحد وعند ال y critical. تمام، يبقى احنا بالصدفة كده لو خدنا المعادلة بتاعت specific force فضلناها بالنسبة للواي وسويناها بالصفر، هنلاقيها المعادلة دي بتبقى minimum value بتاعتها عند Froude number بواحد. بالتالي اقدر اقول ان specific force minimum بتحصل عند y critical. تمام، طيب اقدر استنتج ايه تاني من الرسمة اللي قدامي دي؟ ان زي specific energy بالظبط specific force diagram عنده two limbs، متقسم لجزئين، جزء العمق المية فيه اكبر من الواي كريتيكال فيبقى بالتالي الفلوس بيبقى سب كريتيكال، ده الابر لم، واللور لم الواي العمق الميه فيه اقل من الواي كريتيكال فده السوبر، الفلو بيبقى سوبر كريتيكال. طيب لو بصينا على specific force diagram، لو غيرنا ال Q، احنا اتفقنا specific force diagram بيترسم ل Q و B و T معينين، فلو اي حاجة من دول اتغيرت specific force diagram جديد لازم يتبني من اول وجديد. فاحنا لو افترضنا ان احنا هنرسم هنغير ال Q، عايزين نشوف تأثير تغيير ال Q على specific force diagram، هنلاقي نفس الايفكت بتاع ال Q على specific energy diagram بالظبط. هنلاقي لما ال Q بتزيد ال specific force minimum بتزيد وال Y critical هتزيد معاها، فالكيرف كله هيتشفت يمين والفوق. تمام، نفس الايفكت لو البي والتي قلوا، نفس الايفكت بتاع الكيو لو زادت بالظبط. فهنا لو الكيو زادت specific force diagram هيبقى الشكل اللي هو داش، ولو ثبتنا الواي دخلنا عند واي معينه هنلاقي ان specific force ان الكيو المقابله ان specific force بتزيد لما ال Q بتزيد معاه. فهندخل عند اي واي هنلاقي ان هنخبط في الدياجرام الاولاني هيديني specific force، لو خبطت في الدياجرام التاني هيديني specific force اعلى عند نفس ال واي. طيب حاجة مهمة جدا عايزين ناخد بالنا منها هي رسمة specific energy diagram و specific force diagram للهيدوليك جامب. لو ده الهيدوليك جامب ودي رسمته، ودي الواي واحد اللي هو العمق السوبر كريتيكال، وده الواي اتنين السب كريتيكال، لازم نبقى عارفين ازاي هنمثل الواي واحد والواي اتنين دول مظبوطين على specific force diagram وعلى specific energy diagram. اول حاجة لو بصينا على specific force diagram هنلاقي ان احنا لو وقعنا سكتش حتى كده من غير ارقام لازم اخد بالي ان الواي واحد هتكون تحت الكريتيكال، ولازم واي اتنين تكون فوق الكريتيكال، ولازم بما ان ده هيدوليك جامب ومفيش اي external forces يبقى واي واحد واي اتنين دول conjugate depths وليهم نفس specific force، فلازم ارسم واي واحد واي اتنين على نفس الخط الرأسي عشان هما ليهم نفس specific force بالظبط. فلما اجي ارسم اوقع two depths بتوع الهيدوليك جامب على specific force diagram لازم يكونوا على نفس الخط الرأسي. طب لو انا هرسمهم على specific energy diagram لا الوضع هيبقى مختلف، sketch هو بس انا واي واحد لازم برضو ارسمها super critical
واي 2 لازم ارسمها سب كريتيكال، لكن اخد بالي ان في لوس في الانرجي، سبيسيفيك انرجي عند قبل الجمب اكبر بكتير من سبيسيفيك انرجي بعد الجمب. فلما اجي ارسم واي 1 واي 2 على سبيسيفيك انرجي دايجرام على المحور الافقي بتاع سبيسيفيك انرجي دايجرام، لازم واحد يبقى سبيسيفيك انرجي بتاعتها اكبر من 2، والفرق بينهم هو الهيد لوسز اللي هي الدلتا اي اللي حصلت في خلال الجمب. فتاني واي 1 واي 2 على سبيسيفيك فورس دايجرام هيتوقعوا على نفس الخط الرأسي، لكن واي 1 واي 2 على سبيسيفيك انرجي دايجرام لازم يبقى فيه فرق بينهم، لازم يبقى سبيسيفيك انرجي بتاعت واحد اكبر من 2. فواحد بتترسم على يمين 2 والفرق ما بينهم يبقى هو الهيد لوسز ثرو الجمب. طيب لو احنا عايزين نحسب الهيد لوسز اللي حصلت في الجمب دي هنحسبها ازاي؟ هنطبق المعادله بتاعت الانرجي ايكويشن اللي بتقولي ان التوتال انرجي عند واحد الهيد لوسز تساوي التوتال انرجي عند واحد ناقص التوتال انرجي عند 2. طب التوتال انرجي عند واحد المفروض تبقى واي 1 زائد زد 1 زائد في 1 سكويرد على 2 جي، وواي وتوتال انرجي عند 2 تبقى زد 2 وواي 2 وفي 2 سكويرد على 2 جي. طيب احنا ليه ما حطيناش الترم بتاع زد 1 وبتاع زد 2؟ لان لو تفتكروا في الاسامبشنز اللي احنا حطيناها واحنا بنعمل ديريفيشن للبلانجر ايكويشن والريليشن ما بين التو كونجوجيت ديبثز بتوع الهيدروليك جامب، احنا عملنا اسامبشن مهم جدا وهو ان البيد هوريزونت، تمام؟ فالترم زد 1 هتبقى هي زد 2، فبالتالي هيروحوا مع بعض، فهيتبقى لنا واي 1 وفي 1 سكويرد على 2 جي، واي 2 وفي 2 سكويرد على 2 جي. فالهيد لوسز اللي هتحصل في الجامب هي سبيسيفيك انرجي 1 مطروح منها سبيسيفيك انرجي 2. لو عندي القطاع ريكتانجلر هعوض، هشيل الفي 1 دي واحط الكيو، هنعوض بالكيو سمول على الواي، وهنشيل الفي 2 ونعوض بالكيو سمول على الواي، ونعمل شويه اختصارات هيطلع لنا الشكل المبسط ده للهيد لوسز اللي هو واي 2 ناقص واي 1 تكعيب على 4 واي 1 واي 2. وطبعا اليونتس بتاعه الكلام ده بتطلع بالمتر لان دي الهيد بير يونت ويت، تمام؟ فبتطلع بالمترز. ف بس بنفتكر ان الشكل ده بس للقطاع لو هو ريكتانجلر، الشكل اللي فوق ده الجنرال ايكويشن لاي شكل ترابيزويد لاي حاجه تانية، لكن لو القطاع ريكتانجلر نقدر نستخدم المعادله المختصره اللي هي مكتوبه دي. طيب اللينث بتاع الهيدوليك جامب ده بقى بيطلع امبيريكلي كده، ما فيش ملوش معادله نقدر نحسب منها، ده نحسبه امبيريكل. فالاكسبيرمنتس بتقول ان اللينث بتاع الهيدوليك جامب بيتراوح من 5 لـ7 مضروبه في واي 2 ناقص واي 1. احنا لو الفراود نمبر بتاع 1 ما بين 4 و12 بنحسب اللي ناخد الطول بتاعنا 6.1 واي 2. كل الكلام ده طالع من التجارب امبيريكال، ملوش استنتاج يعني او اثبات زي الحاجات اللي بقى. طيب ده اكزامبل اولاني بيقول لي في هيدروليك جامب از فورمد ان 5 متر وايد ريكتانجلر اوتلت ات ا شورت ديستانس داون ستريم اوف ا كنترول جيت. طيب يبقى عندي هيدروليك جامب، عندي 5 متر وايد ريكتانجلر اوتلت. ما نلخبطش ونفتكر ان هو كلمه، اول ما نشوف كلمه وايد معناها ان الشانل وايد، لا هو مش قصده كده، هو قصده ان ال 5 متر وايد ريكتانجلر اوتلت يعني الريكتانجلر اوتلت ده المخرج اللي هو شكله ريكتانجلر 5 متر وايد يعني عرضه 5 متر، تمام؟ ما قالش ان هو يعتبر وايد كروس سكشن، هو بيتكلم وايد اللي هي الويدث يعني، فهو عرضه 5 متر، تمام؟ فالبي سمول 5 متر. عندي هيدوليك جامب، وعندي الهيدوليك جامب ده بيتكون داون ستريم يعني في بعد كنترول جيت، فانا عندي جيت واتولد بعديها واتخلق بعديها هيدوليك جامب، تمام؟ الفلو ديبث جاست داون ستريم اوف ذا جيت از 2 متر. الفلو ديبث داون ستريم الجيت على طول، احنا الهيدوليك جامب هيتعمل داون ستريم الجيت، فالعمق اللي بعد الجيت على طول ده بيبقى الواي 1 بتاع الجامب. احنا هنحط الواي 1 2 متر، دي هي الواي 1، تمام؟ بعدين بيقول لي الاوتلت ديسشارج از 150 متر كيوب بير سكند، فانا عندي الاوتلت دي المخرج ده بيطلع ديسشارج
150 متر مكعب ثانية. المطلوب حاجتين، اول حاجه الفلو ديبث الداون ستريم اوف ذا جامب اللي هي الواي 2، تاني حاجه الهيد لوسز في الجامب اللي هي لسه قايلين المعادله بتاعتها في السلايد اللي قبل اللي فاتت، وفي حاجه جديده اللي هي الباور ديسيبيتد ان ذا جامب، الباور بقى بوحدات الباور مش بالمتر. فاول حاجه انا عندي واي 1، عندي الكيو سمول اللي هي 150 اللي هي كيو كابيتال ديشارج 150 على البي اللي هو متهالي فوق بخمسة متر، تمام. جبت الكيو سمول، عايزه عايزين الواي 2، فالواي 2 انا عندي انا القطاع بتاعي ريكتانجلر، فاقدر استخدم معادله بلانجر ايكويشن اللي هي سهله جدا، هحط الواي 2 في الناحيه الشمال واحط كل حاجه ليها علاقه بواي 1 في الناحيه اليمين. محتاج احسب فراو نمبر 1، هحسبه من حسبه الفيلوسيتي، خاص معايا الكيو اقدر والاريا اقدر احسب الفيلوسيتي واحسب فراو نمبر، هعوض اطلع واي 2 على طول. نفس الحكايه في معادله الهيد لوسس، اقدر استخدم المعادله المبسطه عشان القطاع ريكتانجلر، اقول واي 2 ناقص واي 1 تكعيب على 4 واي 1 واي 2، هيطلع لي 4.22 متر. ما ننساش ان هو طالب مني الباور ديسيبيتد في الجامب، تمام. الباور ديسيبيتد، الباور هي جاما في الكيو في الاتش، تمام. على حسب الجاما اللي هتحطوها اليونتس بتاعتها هيطلع لكم اليونتس بتاعت الباور بالايه. فاحنا هنحط الجاما ب 9810 هيطلع لي، والهيد الكيو هنحطها متر كيوب بير سكند، والهيد لوسز هنحطها بالمتر، هيطلع لي في الاخر الباور لوست بالكيلو وات. اخر حاجه احنا قلنا ان احنا دلوقتي عندنا ثلاث انواع من الجامبس، قلنا الكلاسيك جامب او الفري جامب اللي هي بتتعمل لوحدها في اماكن، قلنا في اكزامبلز كتير ممكن يتعمل بسببها الفري جامب. قلنا عندنا حاجه اسمها السبمرج جامب اللي هي بتتعمل بعد لو في جيت بالشانل والميه وهي خارجه من الشانل دي بتبقى سبمرجد، مش معرضه يعني فتحه الجيت بتبقاش معرضه للهواء، بتبقى معرضه بتبقى مغموره بالميه، وبيحصل هيدروليك جامب بس اسمه حاجه اسمها سبمرجد جامب. دي هتعرفوا بالتفصيل امتى بتحصل والمعادلات بتاعتها وازاي نحسبها في الجزء الثاني من شابتر 3 بتاع rapidly varied flow، وفي الحته بتاعت الفلو اندر جيتس. قلنا في نوع ثالث من الهيدروليك جامبس اللي هي الفورس جامب، اللي هي جامب انا احنا بنحط بلوكس في الارض بتاعه الشانل، والبلوكس دي بتفورس الجامب انها تحصل في حته معينه، تمام. دلوقتي احنا هنشرح بالظبط البلوكس دي بتعمل ايه بعد ما احنا المفروض فهمنا الجامبس وفهمنا ازاي نحسب الفورسز اللي على الجامب وطلعنا او عملنا ابلاينج للمومنتم ايكويشن وشفنا الفورسز اللي بتاثر علينا وشفنا طلعنا في الاخر المعادله اللي بتقول ان عشان هيدوليك جامب يحصل لازم سبيسيفيك فورس 1 تساوي سبيسيفيك فورس 2، وطلعنا المعادله العلاقه اللي ما بين واي 1 واي 2 بان احنا بسطنا المعادله بتاعت سبيسيفيك فورس 1 بتساوي سبيسيفيك فورس 2، بسطناها وطلعنا علاقه ما بين واي 1 واي 2. طيب لو انا حطيت بلوك عندي في الشانل بتاعه البيت، عايزين نعرف تاثير البلوك ده ايه، هيعمل فورس شكلها عامل ازاي، بالتالي نفهم ازاي البلوك بيتحكم في مكان الجامب وبيعمل ايه في الجامب بتاعي، تمام. طيب البلوكس دي بنتحط فين؟ احنا اتفقنا ان انا عندي واحد من الاماكن دايما اللي بيحصل فيها هيدوليك جامب هي الداون ستريم بتاع السبيل واي، اللي هي المية بتبقى نازلة من على جسم من فوق جسم السد، نازلة بسرعة عالية وبعمق قليل قوي، وبعد كده بتبقى عايزة ترجع لطبيعتها عمق سب كريتيكال، فبتبقى سوبر كريتيكال عايزة تنتقل لسب كريتيكال، فدايما بقى المية بعد ما بتنزل من على السبيل واي بيحصل هيدوليك جامب، تمام. ففي حتة بقى يعني مهمة جدا من السدود، حاجة اسمها ستيلينج بيزنز اللي هي احواض التهدئة، اللي هي اول ما المية بتنزل من على السد بنعمل احنا الحوض التهدئة ده. حوض التهدئة ده بيبقى عبارة عن ايه؟ هو ده اللي بنحط فيه البلوكس بتاعتنا اللي هنفهم هي ازاي بتأثر على الجامب. البلوكس دي بتبقى فيه بلوكس وتحتيها كده فيه حاجة اسمها ايبرن، بتبقى عبارة عن خرسانة، تبطين خرسانة. فالهدف بتاعنا احنا اتفقنا ان الهيدوليك جامب لما بيحصل بيعمل تحتيه ايروجن، احنا دايما لازم نبطن تحت الهيدوليك جامب ده، فاحنا بنعمل التبطين لازق في جسم السد، بيبقى جزء من جسم السد بعد ما المية بتنزل من على السد بيبقى فيه
بعديها على طول تبطين، وفي السيلينج بيزن ده، وبنحط البلوكس. ليه بنحط البلوكس؟ عشان نبقى عايزين نضمن ونجبر الهيدروليك جامب ان هو يحصل فوق التبطين ده، ويحصل اول ما الميه تنزل من على السد بالظبط. تمام، فهو ده جزء لا يتجزأ من السدود، هو حوض التهدئة. وحوض التهدئة ده بيبقى فيه البلوكس، والهدف بتاعنا ان الهيدروليك جامب لازم يحصل في الجزء ده، لازم يحصل في الطول اللي هو القلبي ده. لو الهيدروليك جامب حصل بعد الطول ده والبلوكس ما كانتش محسوبة مظبوطة، مش معمولة مظبوطة، هيدروليك جامب مكانه هيتحرك. المشكلة مكانه هيتحرك، هيروح في الحتة في الشانل اللي هي مش متبطنة، هيحصل نحر وهيحصل عندي مشكلة في التبطين. لو عايزة ادرس تأثير البلوكس دي واعرف هي بتعمل ايه في الهيدوليك جامب، هبص كده هيدوليك جامب العادي اللي هو من غير بلوكس خالص، هلاقي ان الكنترول فوليوم بتاعي بيأثر عليه تو فورسز، الفورس بتاعت البريشر اف بي واحد واف بي اتنين، والاتنين متساويين، وعندي واي واحد وواي اتنين. لو بصيت على specific force diagram هلاقي ان ادي واي واحد سوبر كريتيكال، واي اتنين سب كريتيكال، واف واحد واف اتنين الاتنين متساويين ال specific force بتاعته. طيب في حالة ان انا هبص بقى على لو انا حطيت البلوكس ايه اللي هيحصل في الهيدوليك جامب، ادي شكل الهيدوليك جامب واف بي واحد واف بي اتنين. هبص كده لو حطيت البلوك ده هيعمل ايه، هلاقي ان انا عايزين نشوف تأثير البلوك على الكنترول فوليوم بتاعي اللي هو الهيدوليك جامب. هنلاقي ان انا عندي المية لو هي ماشية من الشمال لليمين، بص كده على على الكنترول فوليوم بتاعي، المية ماشية من الشمال لليمين، طب تعمل فورس على البلوك في اتجاه من الشمال لليمين. طيب لو بصيت بقى تأثير البلوك على الكنترول فوليوم هلاقي هو نفس الفورس بس في اتجاه العكسي، فهحط الفورس بتاعت البافل بلوك في اتجاه اللي هو من اليمين للشمال. تمام، فلو بصينا على المعادلة بتاعت specific force او معادلة المومنتم وبسطناها هنوصل للآتي، هلاقي ان specific force واحد بتساوي specific force اتنين داش specific force اتنين داش اللي هي specific force اتنين في حالة وجود البافل بلوك، زائد الفورس بتاعت البافل بلوك على جامب. احنا اتفقنا الفورس بتاعت البافل بلوك والاف بي اتنين داش الاتنين في نفس اللي ايه الاتجاه، ومجموعهم لازم هيساوي الاس اف واحد او الاف بي واحد. هنبص كده على السبيسيفيك فورس دايجرام، اول حاجة دي الواي واحد هتفضل زي ما هي قبل البلوك او بعد البلوك، واي واحد زي ما هي بالظبط، واف واحد هي اللي هي سبيسيفيك فورس واحد. تمام، هنبص دي الواي اتنين في حالة القديمة، واي اتنين في حالة قبل ما حطيت البلوك كانت سب كريتيكال، وكانت اف اتنين هي اف واحد الاتنين على نفس الخط الرأسي في سبيسيفيك فورس دايجرام. طيب لو انا عايزة اوقع سبيسيفيك فورس اتنين داش والفورس بتاعت البافل بلوك، هوقعهم ازاي على سبيسيفيك فورس دايجرام ده؟ اول حاجة لازم احط سبيسيفيك فورس اتنين داش او اف اتنين داش هحطها اصغر من اف واحد، وتاني حاجة لازم يبقى مجموع الاس اف اتنين داش والفورس بتاعت البافل بلوك الاتنين مجموعهم يساوي الاف واحد، فلازم يتحطوا بالشكل ده، ادي اف اتنين داش اصغر من اف اتنين واصغر من اف واحد، واف اتنين داش لو جمعت عليها الاف بي على جاما لازم مجموعهم يوصلني لحد الاف واحد والاف اتنين القديم. طيب لو انا عايزه ابص بقى على تاثير البلوك عمل ايه في الووتر ديبث اللي هو واي 2 داش ده، احنا اتفقنا ان اف بي 1 او واي 1 مش هيتاثروا لان الفورس بتاعه البلوك مش في اتجاههم. طيب الفورس بتاعه البلوك قللت الاف 2 خليتها اف 2 داش، هبص كده على سبيسيفيك فورس دايجرام، طيب اف 2 داش دي هتعمل لي ايه في الواي 2؟ واي 2 داش ايه علاقتها بالواي 2؟ هنلاقي ان واي 2 داش لازم اولا تبقى سب كريتيكال، تمام، وهي تقاطع الاف 2 داش مع السبيسيفيك فورس دايجرام اللي هو ما اتغيرش، فاف 2 داش لما هتتقاطع مع سبيسيفيك فورس دايجرام هتتقاطع في نقطتين، انا مش هبص على النقطه اللي تحت السوبر كريتيكال، لازم الواي 2 داش هتكون سب كريتيكال لان ده هيدوليك جامب، بالتالي هلاقي ان واي 2 داش اقل من واي 2.
يبقى ايه فايدة لما او لما حطيت البلوك ده اثر على الكنترول فوليوم بتاعي ازاي؟ حطيت البلوك عمل لي فورس بقت بتزق مع الـ مع الاف 2، فالاف 2 قلت من اف 2 لاف 2 داش، والواي 2 قلت من واي 2 لواي 2 داش. طيب يبقى ده عمل لي في الاخر ايه؟ لما حطيت البلوك ده خلالي قلل لي الواي 2 العمق التاني من واي 2 لواي 2 داش. طيب ايه الفكره بقى، ايه اللي انا استفدته لما قللت العمق من واي 2 لواي 2 داش؟ اللي انا استفدته ان اللينث بتاع الهيدوليك جامب عندي هيقل، لان زي ما احنا فاكرين اللينث بتاع الهيدوليك جامب فانكشن في الواي 1 والواي 2، فانا عندي اللينث بتاع الهيدوليك جامب قل، بالتالي الهيدوليك جامب هيحصل شمال شويه، هيتحرك ناحيه الشمال، بالتالي انا اضمن ان الهيدوليك جامب يحصل على الستيلينج بيزن وفي مكانه ويتحرك ناحيه الابستريم، ما يتحركش ناحيه الداونستريم. لو هشيل البافل بلوك ده، هنبص على الرسمه الثانيه، هلاقي الواي 2 العمق الثاني هيزيد، وبالتالي طول الهيدوليك جامب هيزيد، والهيدوليك جامب هيتحرك ناحيه اليمين شويه، هيتحرك ناحيه الداونستريم، فبالتالي هيبعد عن الستيرنج بيزن، هيبعد عن الايبرن اللي انا مبطناها والجزء اللي انا مبطناه في الشاب. طيب نشوف اكزامبل كده، او خلينا نعيد تاني الاول المعادله بتاعه المومنتم. انا عندي اهي سيجما الفورسز بتساوي رو في كيو في في 2 ناقص في 1. حطيت الحاجات بتاعه وقسمت على جاما، اتفقنا ان الفورس بتاعه البلوك بتبقى في نفس اتجاه الاف بي 2 فهحطها على ناحيه اليمين، والفورس اف بي 1 بحطها ناحيه الشمال، وازود عليها الكيو سكويرد على الجي. هلاقي في الاخر ان معادله المومنتم بتقول لي ان سبيسيفيك فورس 1 بتساوي سبيسيفيك فورس 2 زائد الفورس بتاعه البافل بلوك على جام. لو انا عايز اعرف الفورس اللي على البافل بلوك لوحدها هخليها في ناحيه وادي الجامه هناك، وهطرح سبيسيفيك فورس 2 على ان الفورس بتاع على البافل بتساوي جاما في سبيسيفيك فورس 1 ناقص سبيسيفيك فورس 2. اكزامبل تاني بيكمل اكزامبل الاولاني، بيقول لو الداون ستريم ديبث يعني الواي 2 ب 8 متر، تمام؟ احنا لو تفتكروا في اكزامبل 1 واي 2 احنا حسبناه، قال لك لا ما تحسبهاش، هي الواي 1 ب 2 متر، واي 2 مديها لي على طول جاهزه ب 8 متر، بس المره دي حط بافل بلوك عشان تو كيب ذا هيدوليك جامب نير ذا جيت زي ما اتفقنا. اول ما نحط البلوك، لو الهيدوليك جامب كان ما هيحصل في مكان، اول ما تحط البلوك الهيدوليك جامب هيتحرك ناحيه الشمال، هيتحرك ناحيه ابستريم، فهيحصل اقرب للجيت، هيحصل نير ذا جيت، فانا بالبلوك ده كاني زقيت الجامب ناحيه الجيت، تمام؟ هو طالب مطلوبين، المطلوب الاولاني عايز الفورس اللي على البافل بلوك، والمطلوب التاني عايز الهيد لوس في الجامب. طيب الفورس اللي على البافل بلوك قلنا هي اف 1 ناقص اف 2 مضروبه في جام، بس ناخد بالنا من اليونتس، اف 1 اللي هي ايه؟ السبيسيفيك فورس 1 اريا في اتش بار زائد كيو سكويرد على جي في اريا 1، الاريا بتاعه الريكتانجل هي البي في الواي، والاتش بار بتاعته هي واي على الاثنين. هنعوض ونطلع الفورس الاولانيه، بعدين هنطلع الفورس الثانيه ونطرحهم من بعض ونضربهم في جام، وعلى حسب الجاما ده لو عوضنا ب 9810 هيطلع لي الفورس بالكيلو نيوتن. طيب الهيد لوسز، الهيد لوسز ثرو الجامب هنقول هي الانرجي 1 ناقص الانرجي 2، هنطرحهم من بعض بس ما ننساش نعوض بالواي 2 الجديده اللي هي 8 متر، هيطلع لي الهيد لوسز في الجامب ب 4.74 متر. مقارنة في الاكزامبل الاولاني كانت طالعة الهيد لوسز 4.22 متر، تمام؟ دي اكزامبلز تانية على الاماكن اللي بيحصل فيها رابيدلي فاريد فلو. ما ننساش الرابيدلي فاريد فلو ما هواش بس عبارة عن هيدوليك جامب، هيدوليك جامب ده واحد من الامثلة على الرابيدلي فاريد فلو. في امثلة تانية كتير، قلنا لو عندي شلال مية ففي دروب في المية، المية وهي نازلة من على الشلال بتبقى عامله رابيدلي فاريد فلو. نفس الحكايه لو عندي سادن دروب في الميه، يعني الميه ماشيه في تشانل وبعدين حصل سادن دروب كده جامد في البيد، فبيحصل فيها بيحصل الميه وهي نازله بتبقى نازله
rapidly varied flow. نفس الحكاية هنا، الصورة الأخيرة دي عندي مصرف وبيرمي على مصرف عالي وبيرمي على مصرف أوطى منه، فبرضو نفس الحكاية المية وهي نازلة بتبقى rapidly varied flow. قلنا بآخر حاجة، قلنا المثال ده في الأول خالص، المية وهي نازلة من فوق جسم السد، المية وهي نازلة على السبيل واي، السبيل واي اللي هو المفيض بتاع السد، بيبقى بتبقى rapidly varied flow، بتبقى ماشية بسرعة عالية جدا وعمق قليل قوي، وبتبقى rapidly varied flow طول ما هي نازلة فوق السبيل واي. شكرا.